اكو اكل اليوم البارحه ما كان اليوم قالوا منظمه برزاني مسويها احنا نسويها بس عاده زين ما يكفي احنا وياكم التناوب هو ماكو هسه منظمه برزاني هي رقم واحد يوم عليكم يوم عليكم تمام. بدون بالتوزيع بشكل نظامي انا جايب لك زايد مو ناقص جايب لك ملابس ماكو شيء ما جبت لك اياه اريد التوزيع العادل على شرط ما تظل عائله ما تاخذ اكيد بعدين تناكر المي 10 وخزانات مي عندك جايب لك طشت وطاسات ها خليهم حتى اذا يكون بسرة وبالتناوب السبح اهم فقره انه يصبحون أكيد. للحفاظ عليهم لا يصير بهم امراض جرب وغيره جبت لك حتى طاقيات من الشمس مهفات جايب لك مولدات ومبردات اريد ماكو نازح يقول عندي نقص اي نقص اي نازح انا كفيل به لدعم إغاثة النازحين حضرت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى مع جلب 10 تناكر مي وثلج وسيارة إسعاف وعلاجات مع دكتورات عدد 6 وأطباء لغرض معالجة الأطفال والشيوخ مع أحضار الحلاقين وكذلك كرفانات صحية تحتوي على 6 حمامات و6 تواليتات للنساء 4 وللرجال 4 احضار سله صحيه تحتوي على كافه المواد الصحيه لغرض الاستحمام وكذلك احضرنا سله ملابس ومواد غذائيه وخيم ومبردات ومولدات كهرباء ووفرنا قبعه من الحار وكذلك مهفات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وكذلك 200 خزان ماء ومولدات عدد 2 و750 مبردة كل هذه المواد هي علاج وقتي ومؤقت لغرض معالجة أزمة النازحين كون يكتظ هذا المخيم بأعداد هائلة من النازحين توفير الغذاء يوميا ولوجبة واحدة التناوب بين منظمة برزان الخيرية ومحافظة نينوى لتوفير الغذاء يوم على منظمة البرزان ويوم على المحافظة كذلك الحل الجذري سوف يكون اجتماع بين قيادة محور مخمور والقوير وقيادة عمليات تحرير نينوى والأجهزة الأمنية لغرض إعادة النازحين من القرى المحررة للقرى مع توفير مبلغ مال وكذلك مواد غذائية ويوصلون بسيارات لدورهم معززين مكرمين والإعاز إلى مدير ماء نينوى ومدير كهرباء الأطراف لغرض إصلاح العطلات في التيار الكهربائي وإصلاح الكسورات في مشروع الماء. تم تأجير هذه القطعة قطعة الأرض من أحد الخيرين من أهالي ديبقة حيث أبدأ استعداده والتسهيلات لمساعدة أخوته النازحين وتمت المباشرة بتعديل هذه الأرض ونصب الخيم وتشغيل المولدات حال الانتهاء وتخفيف الزخم بنقل قسم من هذه العوائل إلى المخيمات للرجال خيم كبيرة خيم للنساء وخيم للرجال لتخفيف الزخم الموجود في مخيم ديبق.
نشكر سيادة المحافظ نينا واستاذ نوفل، هاي مو أول زيارة اللي يقصد مخيم مالتنا، وإجا وياهم سعدات كبيرة، كرفانات للحمامات والتواليت للناس حتى يسبحون أنفسهم بها، وخيمات كبيرة لنصبها للعوائل، ومساعدات مواد غذائية وصحيات موجود ويا هاي الحملة. نقدر نقول هي أول حملة كبيرة بهاي العدد الكبير، من يتكون من كل الغارات، مباردات مولدات كهربائية، يصل إلى مخيم ديباقة. باسم منظمة بارزان الخيرية وإدارة مخيم ديباقة نشكرهم، وإن شاء الله عن مجال قريب ننصب مخيمات أكثر حتى نقدر نستوعب عدد أكثر من النازحين.